تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة يسرى برفقة النجم عمرو دياب في حفل زفاف أحد رجال الأعمال، وظهرت يسرى وهي تغني نور عيني مع النجم عمرو دياب. حرصت الفنانة يسرى ولبلبة وإلهام شاهين على حضور فرح أحد رجال الأعمال بالجونة، وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم، وكان الحزن الشديد يسيطر عليهم، وبعد ذلك سافروا إلى الجونة لحضور الفرح. وأحيا الفرح النجم عمرو دياب بحضور كبير من الفنانين والفنانات، وكان على رأسهم يسرى والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين ولبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين. وقال أحد المتابعين عبر الفيسبوك: مستغرباها الصبح بالعزة وحزينة ودلوقتي بترقص. وقال آخر: ربنا يعافينا، أنا بروح عزة أي حد برجع تعبانة ومرعوبة ومتعظة فترة، أنتوا إزاي بتعرفوا تفصلوا بسرعة كده؟ يا حسرة على العباد. وقال آخر: مفيش حزن وحداد ولا إحساس، ده الموت ليه هيبة، ده احنا زعلانين عليه من غير ما نعشره، والله من الصبح مش عارفة أشيل شكل إيمي ودنيا من دماغي وحاسة بإحساسهم، ما بيحسش بالوجع إلا صاحبه، سبحان الله دنيا وحشة، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الفنان العظيم والقدير سمير غانم.